وبطبيعة الحال كلكم تعلمون أن السيد رئيس الحكومة ألغى يعني أو أجل على الأقل تصريحه الذي كان سيكون يوم الأربعاء 17 أبريل. نحن عملنا التصريح ديالنا يوم الثلاثاء، رغم أننا فوجئنا ساعتها بوفاة الأستاذ أمين مصطفى الخزامي، معناه مصطفى اسمه عليه رحمه الله. فأمضينا الأمر وعملنا التصريح ديالنا، يعني التصريح ديالنا ولا الحصيلة، قدمنا الحصيلة من وجهة نظرنا نحن. و يعني هو اللي شاف ربما الحصيلة لأنه كنا طرحناها في الإنترنت، أو شافوا الناس ديالو الحصيلة اللي قدمناه والكلام اللي قلناه، أربكه ذلك وأجل بأسبوع، وأجل لم يعجل بأسبوع، أجل إلى أجل لاحق. الحمد لله يعني حصيلته. وهذه نقول لكم انا بصراحه ما رضيتش بها، لانه هذا يبين ان هذا السيد رئيس الحكومه هش بصراحه. انا ما بغيتش، انا رئيس الحكومه ديالي خصو ما يتراجعش. علاش يتراجع؟ حنا درنا حصيله حسب راينا، حنا حزب صغير عنده 13 ديال النواب فقط، الدرجه الثامنه ما بقاش حتى الدراري، حتى الدراري ما بقاش فيه، كانت شحال هذه الدرجة الثالثة والرابعة، ما فرصهمش من الدرجة الثامنة، دابا في ذاك الوقت لا، يعني الدرجة الثامنة درنا واحد النشاط بسيط في واحد الأوتيل، فهمتيني ولا لا، ظنا منا أنه بعض الناس يعني يتخوفون حتى من الدخول إلى مقبرنا الجميل، إذا بدوتها ولا أنه جميل وحداتي بما فيه الكفاية. ماشي فاخر، ماشي فخم، ماشي. ومع ذلك انا ما بغيتهالوش بصراحه، ما بغيتهالوش، كان عليه يجي يقتلوا الحصيله ديالو، ولكن الله اعلم، الله يرحم الاخر هذا الشيء اللي كاين. جا اجل داك الشيء الى اجل لاحق، ثم بعد ذلك يعني تدارك الامر بعد ثلاث اسابيع، ثلاث مليون لا 24 ابريل 24 ابريل 24 وداك الشيء اللي وقع، يعني طبعا عطونا 14 دقيقة و 30 ثانية، لا لا 14 هذيك 30 ثانية غير زدتي انت السي فهمتي ولا لا، 14 دقيقة السي قام بالواجب ديالو. بالمناسبة أظن أن كلمته نالت في المتابعة على اليوتيوب أكثر مما ناله رد السيد الوزير الأول رئيس الحكومة، رئيس الحكومة في اليوتيوب. اللي بغى يدخل يتأكد، المهم أنا هاد يومين خليت فيها 14,000، ما عرفتش شحال ما تتبعش أنت هاد الشيء. فالوفاء بوعدنا أولا، وثانيا لأنه مع الأسف الشديد السيد رئيس الحكومة ودار لنا واحد رد على اللي نوجدو ممكن بحال حنايا داكشي اللي غنقولو هو يمكن غيعطي دليل بانه حتى هو يعني بحال حنا كنا عارفين شنو غيقول، حتى هو عارف شنو غنقول. التدرب ديالو 50 دقيقة باش يسمح لنا نتفرجوا قوية المريخ اللي حنا ما كنتفرجوش فيها على كل حال، هادشي اللي قال، لأنه حنا
حتى هذه ما عجبتناش لأنه هو هذا رئيس حكومة باش غير اللي كنعرف أنا هو الناس كانوا شحال هادي يخليو ريال مدريد تفرجوا رئيس الحكومة دابا خلاو رئيس الحكومة شو تفرجوا ريال مدريد هذا واخا شوف الخوان قال لي ولد راه كانت ساعة المغرب باقية بينهم وبين المغرب ايوا هادي شويه يمكن هو باغي يتفرج غير ما عرفت انا ما عرفتش انا بحال البرصعيد اللي يمشي كاع الى التقدير ديالي هو انه هاد الشيء هذا غيعطي واحد الصوره باللي حنا هاد السيد بحال الرد ديالو كان موجه بدرجه الاولى لنا ولما قلنا الى اخره والذي تداولته مختلف الاحزاب والى اخره فهذا بغي نقول له واحد القضيه بصراحه وبصدق احنا ماشي عديان ديالو بمعنى لا طبعا هو يعني عامل فينا السوء وهاد القضيه غنرجع لها ان شاء الله في الايام الاخيره في القضيه ديال البلوكاج الشهيره الى اخره ولكن حنايا اللي جا كنا بغينا نتجاوزوا الجراحه القديمه والبلوكاج هو مثلا لانه داك الشيء كان يعني مخطط له بشكل او باخر هو الذي قام بتنفيذه فتقديري انه يعني هو غلط لانه حنا ملي جا قلنا يودي هذا السي اخو واش دار معنا ودار معنا ولكن دابا كان ما كناش كنا متفقين كان مع الاخوان رايهم مختلف انه يعني دار معنا نديرو معنا قلت لا حنا ما نديروش معاه العيب بحال دار معنا هو رئيس الحكومه اذا كان غادي تكون عنده ظروف احسن وكذا الى اخره حبذا ولينجح واذا نجح فان المغرب هو الذي سينجح واذا نجح المغرب فهو في صالحنا كحزب سياسي لانه حنا اللي كيهمنا هو المغرب ينجح بالمناسبه هذه القضيه ديال المغرب بغيت ندير فيها واحد الاشاره دابا لكي اقول لكم انه على الاقل من 63 وانا متبع 63 كانت عندي 9 سنين وانا متبع انا الحقيقه الوعي ديالي السياسي يعني بدا مبكرا قبل كاع من 63 النهار اللي مات محمد الخامس رحمه الله كنت في الجامع وكنت محرج واحد السيد قاعد وقيل وكان الدنيا ستزول لو من ذاك الوقت وانا واعي سياسيا وكنعرف شنو تيوقع شويه والى اخره راه كنت داك الشيء ديال واحد التفلت ولكن 9 سنين دابا انا عاقل مزيان هاد المغرب هو الحمد لله دوله مزيانه والحمد لله دوله مستقره وكذا ولكن ما عمرك تلقى الارتياح اللي هو الناس يشعروا بان امورهم عاديه غاديه مزيان كاينه الديمقراطيه كاينه ملكيه كاين يعني اراء وافكار وحريه والى اخره دائما الحرية حنا غادي نقولها بصراحه الحمد لله راه حنا غاديين مزيان مي ديرونجي توجور ما هاد القضيه هادي نرجع لها لانها تزعجني كثيرا ولانها في بعض الاحيان تاتي بمفاجات وكانت مفاجات كبيره في المغرب 71 راه وقعت الجزره في المغرب وقعت مجزره في المغرب خاصه الملكيه الصغيرات ضاع فيها كثير من الناس ومن المسكين والى اخره وكان الدكتور الخطيب يموت فيها لانه وجدت رصاصه حتى هو يعني 72 كذلك ولولا قدر الله يعني وقع هذا الشيء نجح كانت غتكون كارثه غير باش اللي كان تذكر 20 فبراير 1965 20 فبراير 1941 90 فاس يعني مرة كتخرج شي حاجة اللي كتهدد البنية وكتهدد الاستقرار وكتهدد هادشي اللي حنا كنقولو متمسكين به حيت حنا متمسكين ماشي أنا كحزب غالبا حسب الذي يبدو لي والله أعلم في العموم اللي قال لي السباق قال لي كل شيء كيمشي للغابه ولكن في الليل كيبقى فيه غير الحمق يعني حتى في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله كانت منازعات بين الملك الحسن الثاني رحمه الله وبين الوسط السياسي ماشي الاحزاب السياسيه
الحقيقه الاحزاب السياسيه كانت عندها مشاكل، كاين اللي كان كينازعوا في السلطات، وكاين اللي كان كينازعوا في الصلاحيات، وكاين اللي كان كينازعوا في الملك كاع، هادشي معروف. ولكن خصوصا كانت التنظيمات، لانه في الاخر ملي كتلقى الاحزاب السياسيه ما كتمثلش المجتمع، كانت مشكله بحاله اخرى بحال مؤخرا. فبعض الاخر كيخليني وحدي يعني هذه يعني المرض اللي تنعيشوه يزعج. عبد الحسن مثلا رحمه الله كان في اللوت، كان اللوت هو الفوار، كان صراع على السلطه. وخصوصا قلت لكم هذا الانتخاب، هذا الاشكاليه ديال التعليم اللي داز، قلت لي راه حتى حنا كيدينا باقي ما عطيناش اهميه كبيره باش نحلوها. راه النقابات ما بقات كتسوى والو، تكونوا صراحة، ما بقات كتسوى والو، ما بقات كتوقع لا غدا الصباح كيف ما حضرها، النقابات كتوقع لا غدا الصباح، في الاخر جابوا شي حاجة أخرى سميتها تنسيقية، حتى واحد ما عرفها، شوية مضوط من الناحية القانونية، وخشوها مع النقابات ومشاو داروا الاتفاق الذي أسفر عن زيادة الأجر في الحقيقة، والذي أسفر عن الإلغاء ديال القانون الأساسي ديال وجوب التعليم، الصيغة ديال الأولى، إذا مشينا للصيغة الثانية اللي دارتها التنسيقية. وحنا كنقولوا شي بلاصه كاين السياسه فيها هذا الشيء، السياسه فيها الدباز وفيها المصالحه وفيها ما بينهم، ولكن خصك انت يعرف فين الدباز ويعرف يتصالح، اللي هو التصالح وهذا تعطي الفلوس وهذا الشيء عطيه من الاول. وهنينا من هاد ثلاث شهور اللي ضاعت منا هاد القضيه ديال ثلاث شهور، وحنا كنقولوا غير ولفوا راه ماشي سهله. ففي الوقت ديال الحسن الثاني كان هاد الشيء كان الثانويه موقفين يعني سنة بيضاء 1972، والجامعات والناس كانوا كيقولوا الحسن الثاني بعد عام ولا عامين. في الاخر الحسن الثاني رحمه الله هو اللي انتصر في هذا اللي كنا نقولها بكل صراحة، والله يرحم السي العرب ديال الساري اللي كنا في طهران انا وياه، وشي اشعري وشي صحابي اخرين، يقول لي دائما كانت سهلة الحسن الثاني رحمه الله كيف هزم الاحزاب وحده. قلت له لا، كتعرفوا هذه العباره هذه كيف هذه كان كيقولها ويحولها. المهم الحسن الثاني انتصروا في الاخر، الاحزاب حتى اللي كانوا كينازعوه فهموا بلي هذا الشيء ما خدامش ورجعوا. وكانوا كذلك لحظات يعني تنفسنا بها، بحال هذيك المرحله اللي جا فيها السي يوسفي، هذيك المرحله اللي كنا عشناها زعما بسعاده بكل صراحه، بغض النظر على انه هو حزب يعني يساري وحنا حزب عنده مرجعيه يعني نقول انها يمينيه، على قبل نكونوا من اليمين اصحاب ديالي من اصحاب ديالي، ممكن المهم خصنا نكونوا اصحاب ديالي من الله من دابا هذه الله. فهذيك المراحل اللي عاش فيها المجتمع واحد النوع ديال، وعاوتاني كتعاود ترجع هذا. وكذلك جات القضيه ديال 20 فبراير وكانت كثيره بزاف، ولكن كاين واحد الفضل للحسن الثاني محمد السادس، محمد السادس تقريبا لا ينازعه احد تقريبا، ما عنده الاخوان اللي شباب، راه ما عنده مقارنه مع الحسن الثاني في هذا الموضوع. الحسن الثاني كان ينازعوا بالمعقول، ماشي محمد السادس الحمد لله المغاربه كلهم مجمعون على ملكهم. واذا هذا الشيء علاش هذا الماليز اللي تنعيشوه، علاش فهمتين ولا لا؟ انا كنظن انه هنالك جهات ترفض هذا النوع من الراحه النفسيه ديال الشعب المغربي، تيخصها تبقى كتحرك هذا سميتو باش يبقى عندها مورير، باش لانه الا نسجنا حنا وكحكومه وكحزاب وكذا مع الملك ديالنا ماشي يبقى غاديش يكون مشكل، على الاقل نعيشو بطريقه يعني مريحه نسبيا. فحنايا مع هذا السيد هذا راه ماشي تنعاديو، يعني حنا بالعكس هو باهي يدير شي حاجه لصلاح البلاد وداكشي، ولكن مازال اللي تنلاحظوا لحد الان انه يعني بالدرجه الاولى يعني رغم كل ما سبق يحاول ان يحل كل المشاكل من خلال دفتر الشك، اما ديالو الشخصي اما ديال الدوله اما ديال الله اعلم. ومازال ما فهمش واحد القضيه بسيطه، وان القضيه قضيه سياسه قبل ان تكون قضيه يعني عطاء او، ولهذا هذا الشيء اللي وقع في المغرب زياده الانتاج وهذا الشيء ديال السكان وهذا الشيء كله كبير بزاف، ولكن كاين شعور عندنا حنا شعور وتيجينا شعور من المجتمع ان الامور ليست
وعلى ما يرام، وخصوصا خصوصا انه ما تيجيش لعندنا يقول لنا الامور بوضوح وبصراحه. نتيلو لا، مثلا القضيه ديال الدخول ديال الكرامه اللي كان كيقول انه غيعطي كل واحد ف 65 عام ما كانش عنده واحد الا وحده، هو ما عندوش تغطيه اجتماعيه رسميه يعطيه 1000 درهم. نتيلو لا، انا تحديت وقلت له انت الا عطيتي هاد 1000 درهم انا نقدم استقالتي من الحياه السياسيه باش لانه هو دابا مشطون بالمرحله ديالي، ما مشطونش بالمرحله ديال بعد الدنيا كلها، مشطون مسكين بالمرحله ديالي وباغي ينسي الناس الى هذه الدار. وهذه القضيه هذه نقول له واحد القضيه غادي تضيع وقتك، يا عبد الله يمكن غايبقاو الناس عاقلين عليك، قلت له لا بزاف من المنطقه ايجابيه جاب لي المنطقه سلبيه، ولا هادشي عندي زيد نقص يعني غنكون بخير لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يسامح لي أو يرضى عني، إذا كان راضي عني ماشي راح كله عندي زي النقص. فهذه القضية هذه زعما هي القضية الأساسية، ويعني تقديري له وتقديري في هذا الموضوع هذا أنه كون جا وقال لنا أنا صحيح كنت وعدتكم باش غنعطي 1000 درهم، ما قدرتش نعطي هذا 1000 درهم، الميزانية لا تسمح ما هي راس كيوقع هادشي، كاين هادشي السياسه كاين، ما قدرتش نعطي هاد 1000 درهم، انا غنعطي 500 درهم، ما عطاش 500 درهم، عطى 500 درهم بواحد الطريقه اخرى، وقال باش يدخل هادوك ديال 65 عام، قال لا ديال 60 عام، قال عطيت الاسر التي تؤوي اشخاص مسنين. دابا هاد اللف والدوران في الكلام شكون اللي علمو لك السيد؟ انت جيتي كتقول غرس غرس، انت سوسي كنعرفو السواسة الناس معقولين، وباك الله يرحمو كانت معروفة عليا هاد المسألة هادي، انت ذكرتي لي هادشي، خليك هكدا، انت ما بالمناسبة راه حنا كنشكو في هاد الناس اللي كيوجدوا له، واش ضابطين الأمور ديالهم، واش تيقراو مزيان، وهو واش عنده الفلتر يده ولا ما عندوش الفلتر، المهم هادشي كله اللي قلت لكم هو غير يعني تسبيق غير دي غنقول لكم اوردر باش دير فغادي يتكلم على هذا الشيء مرة اخرى السي سيمونو اللي تكلم في التلفزيون، وقلت لكم انه الناس تابعوا من بعد فهمتي ولا، وحنا دابا حنا مكان عادي واش تنقولوا له هذا الشيء دون ليسبوار يعني في 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 في, في, في افق ان يصحح ما صاره فهمتي ولا، ويستفيد من مكانته وقربه والى اخره باش يدير شي حاجه للمغرب حقيقيه، لان هذا الشيء هذا نقول لكم بصراحه الا قرا التاريخ غادي يعرف بلي يعني التاريخ ما كيعطيش اهميه كبيره اللي كيوزع ماشي صح، كيعطي اهميه كبيره اللي كيتصرف بالعدل اللي كيتصرف بالصدق اللي كيتصرف بالصراحه اللي كيتصرف يعني بالاطار يوتر ما على نفسه بالمكان اللي خاصه، هذا هو اللي كيعطي الله سبحانه وتعالى مكانه في المجتمع في الناس في الحاضر والمستقبل.